قدام داري نجمع في الزهر، طيح لي كل عام 16 كيلو، طلع لي 16 نترة لي والأولاد، ونطيبوا بيه وناكلوه، وكل عادة ذاك كل عام هكيكة ولا يقتلنا عادة. توا في وقت الزهر بلانت سيزون في مارس، توا وقت الميسرة عنا احنا، الزهر يجي من كل بلاصة يهجم مع بعضه مع الشميسة اللي عنا. الوغ 24/24 القطرات ما يسكتوش في الليل وفي النهار مع رمضان جو كبير. انا عندي انا الحلمة هذه ما نحبهاش توفى. شيخة شيخة ريحة الزهر ترجع فيك شيخة كبيرة. في تونس نتعملوا في كل شيء، كان مرض صغير نحطوا له في الماكلة في القهوة كل شيء. الزهر نتاع فرحة عندنا احنا، في نفس الوقت هو يبرينا، هو شيخنا، الدوخ يفيقك، كل شيء كل شيء كل شيء، وحاجة باهية. أنا قعدت في الميثود التقليدية متاعنا 100%، علاش؟ خاطر لي ماتيير اللي استعملوهم من أعز لي ماتيير في العالم. الكويفر أحسن حاجة في الشالوغ، هو لو غارد دو شالوغ. التيغ اللي هو المحبس اللي نبردوا فيه الماء، هو بيدو حاجة ديما تقعد تبرد الماء، كيما القلة كي باش ناخذوها تبرد الماء، كي رشاحة نقولوا. هو لي ماتيير اللي استعملوهم الكل 100% ناتشوغيل. الموجة الأخيرة من الأندلسيين الذين استقروا هنا في نهاية القرن الثامن عشر جلبوا معهم زراعة البرتقال والبرتقال الحامض. هذه شجرة قابلة للتطعيم، لها القدرة على الإزهار بكثرة في الربيع كما هو حالها الآن. هذه الزهور لها استخدامات عديدة، ونابل معروفة جدا بتقطير زهور البرتقال لنحصل منها على ماء الزهر، وهناك أيضا زيت أساسي وهو زهر البرتقال. نابل هي العاصمة التونسية لكل ما هو حرفي وسيراميك وغيره، وأيضا هي عاصمة البرتقال الحامض، وهي مربحة. كثير من الناس يعيشون عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، إما عن طريق تقطير الزهور أو مباشرة من الشجرة. وتقليديا هناك أكثر من 3000 عائلة تقوم بذلك اليوم لتزويد البلاد بأكملها بماء زهر البرتقال.